احلى صباح لكل مشاهدينا اللي عم يتابعوا في البيت دايما. صباح النشاط مثل العاده، بدنا نتنشط نبلش نهارنا هيك بشويه سبور لو ربع ساعه مثل العاده. بنصحكم دايما يكون عندكم وقت لو قصير للرياضه، ما تقولوا ما بتفيد، اكيد بتفيد. رح بلش انا وياكم باول اكسرسايز، وهذا هول الاكسرسايزز رح يكونوا بطريقه هيت هاي انتنسيتي. إذا بدكم على الماكسيموم عم نشتغل، وقت قصير إفادة كبيرة وبنحرق كالوريز كثير. رح بلش بأول تمرين اللي هو سومو سكوات جاكس. رح انزل بدأ إيدي بالأرض بطلع لفوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخر مرة. يس، ببقى عم بشتغل بحس حالي انه انا كثير تعبت وصلت على الماكسيموم. هون هيدا ساين لوقف، حاول عير وقت 20-30 سكند بكون عم بقدر اوصل لهالوقت كل مرة. حاول قد ما فيني ابقى بالتمرين ما وقف. 10 ثواني ريكفري او 15 سكند اذا بدكم، وننتقل للتمرين اللي ورا. رح كون على البنش، دقات قلبي رح يعلو كثير بالهيت ورك اوت اكيد، لانه اكيد عم ببذل كل مجهود بقدر اعمله بالتمرين. انا صرت ريدي، ليتس جو. Don't stop. هلا بريك، اكتف بريك، ببقى عم نتحرك فيها ما توقفوا فجأة من هاي انتنسيتي لتوقيف فجأة، أكيد هذا الشيء مضر. نحاول قد ما فينا نبقى اكتف لما ينزل دقات القلب كثير. ننتقل لتمرين ثالث، رح كون عم اشتغل كمان جامب سكوات بس هالمرة اجري مسكرين. رح اعمل سكوات اند جاك 2 داون 1 2 داون ريتش داون 1 2. فيني اعمل فرونت جامب اند 2 كمان داون داون كمان جامب داون بعد مرتين واخر مره. ريح بريك 10 سكند، انتقل كمان رح اشتغل على البنش. رح احط ايدي ستريت، رح كون عم بشتغل جاكس. إذا تعبت فيني أعمل تاب تاب هيك بكمل 30 سكندز. فإذا فيني أكون بهال 30 ثانية إذا عم بتعب نزل intensity of the exercise بس كمل الوقت اللي أنا عم بتمرن فيه للإكسرسايز الواحد. ريح حالي 10 ثواني وننتقل للإكسرسايز اللي ورا. رح كون عم بشتغل knee up. Let's go. High knees. Kick your butt. رح نشتغل 8 here 8 لورا. Go. Kick. 7 8 up. Kick your butt. آخر مرة. Up, up. And kick. بلشت
انزل بالانرجي يعني معناتها I need a break. خلصت الجولة الأولى أكيد شو بنعمل؟ رح نكون عم نعمل جولتين إذا بدنا أو ثلاث جولات من هيدي التمارين لنستفيد أكثر. طبعاً الوقت هيدا اللي عم نحدده مش ضروري من أول مرة يكون 20 أو 25 minutes، فينا عم نكون عم نبلش ب 10 minutes ونطوره مع الوقت. هيدا كان كل شيء لليوم. أكيد بتمنى لكم نهار كله نشاط كله حياة قد ما فيكم تحركوا، وما تنسوا فولو ات ام زي فتنس مايا زيدان دوت فتنس. اي سؤال اي شيء بتحبوا تسالوني انا جاهزه لجاوبكم. نهاركم حلو وبشوفكم.